بمصالح عباده. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، أي دائما، إلى يوم القيامة، يعني إذا كانت الدنيا كلها ليل إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. وهذا مما يحاجج به الملاحدة ويحاجج به غيرهم، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. استفيد من